مرحبا، اليوم نحكي عن PowerPoint Level 2، يعني فكرتين كبار بهم نستعرضهم من PowerPoint. فت أول شيء على PowerPoint، عندي ثلاث سلايدز مجهزهم أنا هون. أكيد بدنا نكون نحن معتبرين إنه نحن عنا فكرة عن PowerPoint. شغلتين بديهم، الأكشن والتريجر. لبلش أول شيء فكرة الأكشن، يعني عمليا إذا بدك تشوف فكرة الأكشن، وقفت هيدي على سلايد أنا مجهزة قبل حاستعرضها. تلاحظوا هون في عندي ثلاثة بوتومز أو ثلاث صور، حاطط أنا السابق أنها التالي، يعني إذا قلت له أنا السابق بيجي على السلايد اللي قبله، قلت له أنها بسكر الملف والتالي بيجي على اللي وراه. لأوصل لهالبارت هيدا هعمل مثله، يعني أنا هأخذ مبدئيا سلايد كمعلومات، محطوط أسئلة ممكن استعملها البروجكت عندي. أول شيء إذا أنت ما بدك جملة، يفضل تكون أنت مجهز صور، صور بيطلعوا أجمل. حاطلع insert هون picture، هتكون عملهم داونلود من الإنترنت. ممكن اخذ اي صور بدي اياها. بتلاحظوا شكل الصورة اللي عم باخده انا، اذا بتلاحظوه هو ما له باك جراوند، يعني بي ان جي حكيت عنها انا بليفل الاول، لازم تكون بي ان جي. اخذ الصورة هون، طلعت انسرت، لك الاكشن وين شايفين الاكشن، بحط كليك اكشن، وهون بنقي نوع العمليه اللي بدي اياها. مثلا ده انا واقف هون، عمليا انا اخر سلايد، اذا بتشوفوا اخر سلايد حنقي انا هون previous سلايد. اوكي لكن وقفت عليها، اخذت اكشن وحطيت previous سلايد. خلينا نجربها، تاخذ اللي بعده. إذا بدي أعملها بدي أخذ صورة تانية، بطلع insert، عم حاول عيدها مرة تانية أنا picture، هاخد صورة تانية. بتلاحظ أخذت next ومزجبه مرة تانية، إنه هيدي next من جيبها أنا، جيبها من الإنترنت. فيك تعمل كتير search تلاقي صور مناسبة للبروجكت تبعك. حفوت على الأكشن هون أنا، غيرها أرجع insert action، بدل previous بدي اياها مثلا end show. غير محلها، وهي next اكيد اسمها بدل عليها. هاخد انا action hyperlink next. اوكي هلا اذا انت اضطريت تحط صورة، يفضل تحط لها شيء جملة بتدل عليها. مثلا اوكي، يعني ما فينا نحط صورة ونكتب شو شغلتها. حجربها بالاخير، لاحظوا تحت لاحظوا نيكس، خدني لهون اند، مفروض الان تسكر كل شيء. نشوف نوقف عليها، تطلع انسرت action and show، لازم توقفها كلها. عامل براوز، طلعنا منها.
تخزو عم بتسكرها مظبوط. الفكره الثانيه هي كل شيء عن الاكشن، لكن الاكشن هي صور بتحط لها اي ايكون بدك اياه. الفكره الثانيه بدي اياها هي هون الاسئله، يعني حفرجيكم شغله جاهزه هي براوزين. هيدا نوعية الأسئلة اللي كتير بتهمنا، مثلا القاهرة عاصمة مصر، لاحظوا إذا عملت كليك بيطلع الجواب. يعني هاي كتير بهمني تحطوها بالبروجيكت تبعكم بعد ما تستعرض أنت الفكرة تبعك، وآخر شيء عبتنهيها بمجموعة من الأسئلة بتعبر عن الشغل وعن درس اللي أنت بك تقدمه. بيروت عاصمة لبنان، بيسأل للطالب سؤال وهون ساعتها بجرد ما يعمل كليك بيجي الإجابة. هيدا البارت بنسموه تريجر. كيف بعمله؟ أول شيء عملية إذا بدك خلق للأشكال هيدي اللام والنعم، لا والنعم، هو أكيد تاخد تكست تكتبهم بالتكست. أوكي، تاخد تكست تكتب الجملة اللي بدك إياها. بالنسبة للأشكال الثانية هي ممكن تكون بالسيمبول. حفوت أول شيء insert text، حخلق تكست، اطلع insert، لكو سيمبول وين، اذا شايفين السيمبول فوق احاول ازغر شوي البارت عشان تكون الصورة مرتاحة اكتر، لكن حاولت انا ازغر شوي السكرين عشان تطلع كل البوردر اللي بديه. لكن اول شيء اخذت insert text، ظهر مع التكست، بطلع على insert symbol، بنقي السيمبول اللي بدي اياه. لاحظوا نقيت من هون السيمبول اللي بدي اياه، ظهروا معي هون وفي كبرهم، كبرهم من هون. صاروا مثل الشكل اللي عندي. اوكي، لاعتبر انا اول شيء رتبت سلايد، حطيت الاشكال اللي بدي اياها، هلا بدي احاول اركب لون تريجر. بالغيب اول شيء اعمله هون بدي حاول سمي الأسماء، لكن أول شيء بدي أعمل بدي حاول سمي الأسماء. لاحظوا هون بطلع على الفورمات بحط Selection Pan، بظهر معي كل التكسات اللي عملها الأسئلة ومحطوط أسماءها، هاي بتسهل العملية لي. مثلا هذا القاهرة عاصمة مصر، خفت على التكس بوكس اللي هو ممكن يكون اسم تكس بوكس بالأول، لاحظوا أنا مغير له اسمه، لك ضوء باللون. سؤال 1 عملت سين، سؤال 1 عملت كليك على بيروت عاصمة لبنان، ضوء تحت اذا بتشوفوها وين، سين 2 انا مغيرها، يعني فيك تعملها رايت كليك او ضابط بتحط بدك اياه، لاحظوا تكتب بدك اياه، هيك بتسهل العملية لي. بنتقل على الثالثة، سين 3 سؤال 3. اوكي، هلا هون بتلاحظوا اذا يعني انا ما في زوم هون سمي الاجوبة الاكزامبل تبع، بس كيف تسميهم كمان جين وان جواب وان، لاحظتوا هون فيك تسمي هون جواب ثلاثة جواب ثلاثة. اوكي، حبلش دغري فوت بالتريجر. اول شي بعمل سيلكشن على هول بوكسز اللي انا اللي بدي انا اتحكم فيهم، يعني ما بدي يكونوا ظاهرين قبل ما انت تجاوب السؤال، مش ما إلا منطق يعني اذا انا سألت سؤال يكون جواب ظاهر، بوقف عليهم. لاحظوا ضفت عليها هيدي المربعات 2، بطلع انيميشن وبعطي ابير 1 2 تريجر. لاحظوا وين تريجر، فوت عليها بقول له اون كليك اوف وبنقي السؤال سين 1، يا ربط هيدا الانيميشن بسؤال 1 عن طريق تريجر. برجع فوت اد انيميشن وبقول له انا هون disappear، لكن بعد appear فتش انا على disappear.
لك واني دي سفير مخبيه كاينه نقيها. برجع فوت على ترجر وكمان كل اون كليك سين 1 نفس السؤال. يعني صار سؤال 1 يعني القاهرة عاصمة مصر بتتحكم بيك بستين. مرة بتظهرها مرة بتخفيها. مرة اكيد اول شيء بخفيه بتكون. حافو جربها. لاحظتوا؟ انا عملت تريكر لاول سؤال بس. بيجي السؤال الطالب تسأله انت القاهرة عاصمة لبنان كليك بيجي جواب. كبسة تانية بيختفي. اوكي؟ بهالطريقة انت صار عندك نظام كتير مهم بيحكي عن تريكر. هحط اسكيب بيرجع كفل بخية. اول شيء بوقف على المربعات. انيميشن ابير تريجر اون كليك بربطها بسينتو يعني سؤال تاني. برجع بحط اد انيميشن بنزل لهون ديس ابير وكله تريجر على سؤال تاني. هنجربها تلاحظوا هذا السؤال الثاني السؤال الأول شغالي. هعملها بعد مرة أخيرة. بوقف على المربعات لاحظت وين هون حط بالأنيميشن نقي أبير دغري ترجر طوله سين ثلاثة يعني السؤال الثالث. حط أد أنيميشن وهون حنقي disappear وكليك على سينتي. هنشوفها التالتة مظبوطة. اوكي مبدئيا هذا الاكزامبل كان على عم يركز على شغلتين اساسيات هون الاكشن والتريجر اللي هو كتير مهم. برجع بقول مرة تانية بدك تحط صور يفضل تكون الصور هي شكل PNG. يعني اذا بدك تشوف هون معي انسرت في يعني الصور اللي نحن جايبينها الانترنت تحط صور كيف سمبل فيك تتحكم فيها فيك تحط الشكل اللي بدك اياه وتعمل اكشن عليه وهون بكون شغلك كتير حلو. اوكي هذا كان شيء اليوم. هاي الفكرتين الاساسيه اللي كنت بدي اياها. سيف and good luck.